مع الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد وسجون البوليساني الرهيبة من أمام قصر الأمم في جنيف عاصمة حقوق الإنسان. الائتلاف الصحراوي ممثل بكاتبه العام وهو ابن ضحية مجهول المصير رحمه الله وحمدها محمد سالم نائب الكاتب العام، وهو ضحية لأنه كان طفلا جنديا جند وهو في سن 14 وابن ضحية كذلك في سجن الرشيد. سيقولان كلمتهما وكذلك نقف من أجل الأطفال الجنود، الأطفال التي جندتهم البوليساريو وأبعدتهم عن ذويهم تحت ستار التمدرس ابان حقبة السبعينات للإيديولوجيا الشيوعية، فحرمتهم من التمدرس. ويشهد ضباط كوبيون حيث رحلوا قصرا إلى هناك على تعليمهم صنع القنابل اليدوية بمادة السكر والبن والنيتروغليسيرين، وهذه التدريبات الإجرامية أزهقت أرواح العديد منهم وهم مدفونون في مقابر جماعية هناك. نطرح سؤالا كبيرا وعريضا، المحكمة الجنائية الدولية أدانت توماس لوبانغا ديالو مجرم حرب أدين ب 14 سنة سجنا، استعمل أطفال جنود في الكونغو الديمقراطية الزير سابقا. والسؤال العريض وهو أن إبراهيم غالي الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع في جمهورية الوهم وعلى يده رحل هؤلاء الأطفال، لذلك نطرح السؤال إلى متى سيصل ملف إبراهيم غالي وملف الجبهة إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ وكل هؤلاء الجلادين الذين اعتدوا سواء في السجون الرهيبة أو على أطفالنا. أترك الكلمة إلى الأخ سويح علي سالم، له الكلمة. مشكور. رسالتي من أمام هذا المبنى ورسالتي موجهة بالضبط إلى من هم بداخل هذا المبنى، ألا وهو مبنى حقوق الإنسان بدولة سويسرا جنيف، وإلى جميع الحقوقيين حول العالم. نحن مدافعون عن حقوق الإنسان تحت إشراف هاي الوقفة اليمامة البيضاء والائتلاف الصحراوي للدفاع عن سجن الرشيد في تندوف. اليوم رسالتنا مختصرة بالعربية وبالإنجليزية. We ask you to reveal the mass grave in the Polisario camp in the southern Algeria. نطالب العالم ونطالب الحقوقيون ونطالب من في داخل هذا المجلس ببعث لجنة تقصي الحقائق والكشف عن المقابر الجماعية في تندوف جنوب الدولة الجزائرية، ونحمل دولة الجزائر المسؤولية الكاملة على ما وقع على أرض على تندوف في مخيمات الحمادة. السؤال الثاني الموجه كذلك للعالم ولأحرار العالم. Is the organization of the Polisario in South Algeria above international law؟ هل جبهة البوليساريو فوق القانون الدولي؟ هذه أسئلة عريضة يجب أن نطرحها إلى العالم وإلى جميع المنظمات الحقوقية. نشكر كل من تضامن معنا وندين كل من يشارك في هذا الإجرام ويتحمله مسؤولية الكبيرة هي الدولة الجزائرية. بالنسبة لي أنا كابن ضحية، والدي مات تحت التعذيب وإلى يومنا هذا ما زلنا نبحث عن قبر والدي المهدي ولد عثمان ولد السويح، وأكثر من 400 صحراوي ماتوا تحت التعذيب في سجن الرشيد وإلى يومنا هذا بيض القبور. نطالب من الجميع ومن داخل هذا المبنى المساعدة، الكشف عن المقابر الجماعية جنوب دولة الجزائر في الحمادة في تندوف. وشكرا لكم جزيلا. جسد الصورة هنا لنجسد بعضا من واقع جرائم البوليساريو على أرض الجزائر، وليدة هذا التنظيم،
الحامية لهذا التنظيم والمباركة لجرائم هذا التنظيم، حيث تقع المسؤولية على عاتقها. وكذلك هناك رسالة من الائتلاف ومن منظمة اليمامة البيضاء ستوضع في مقر المفوضية السامية للاجئين لحثهم على تحميل المسؤولية للدولة التي تقع على أراضيها هذه المخيمات. ونحن نعرف على أن ضباط أو جنرالات عسكر الجزائر الحاكم هو المسؤول عن هذه الجرائم. قرير أممية أشار لها عدة إخوان من الناجون من العذاب والذين التحقوا بأرض وطنهم الأم بالصحراء المغربية. تم تدوين تصريحاتهم وتدوين كذلك أبحاثهم الميدانية في هذا الموضوع، ولكن الجزائر القامعة للحريات والقامعة للتنظيمات المدنية في بلادها لا يزال المنتظم الدولي ينتظر الكشف عن الجرائم المرتكبة سواء في الجزائر نفسها أو ما يقع في المخيمات، حيث فوضت الجزائر سلطة المخيمات إلى البوليساريو وجماعته الإرهابية.